أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم إلى حصة جديدة من حصص مادة الفلسفة. أنا طارق بكريم، سأحاول معكم الآن تقديم درس العنف. هذا الدرس خاص بشعبتي الآداب والعلوم الإنسانية، وهو الدرس الثاني بالنسبة لهم في مجزوءة السياسة. سنحاول في هذا الدرس النظر بشكل مبسط ومفصل في مختلف القضايا والإشكالات الفلسفية المرتبطة بمفهوم العنف. العنف كظاهرة سياسية بالأساس. سنحاول في البداية أن نتفق على تعريف إجرائي مبسط بشأن مفهوم العنف. العنف في اللغة العربية الشدة والقسوة. عنف على الرجل أي عامله بغلظة وشدة. في اللغة الفرنسية كلمة فيولونس مشتقة من الأصل اللاتيني فيولار، وتعني اغتصب واعتدى. فالعنف هو كل ممارسة مبنية على الشدة والقسوة والاغتصاب، اغتصاب الحق أو الاعتداء عليه. اصطلاحا، العنف هو كل استعمال مفرط ومتعسف وغير مبرر للقوة بغرض الإيذاء، إيذاء الذات أو إيذاء الغير أو إيذاء كائن أو شيء ما. ستلاحظون أن للعنف دلالة سلبية وقدحية، فهو ظاهرة إنسانية يرفضها العقل والحس السليم، وينظر إليها نظرة استغراب واستهجان. ومع ذلك يحضر العنف بشكل دائم ومستمر في حياتنا وفي وضعنا البشري، بل وفي معيشنا اليومي. نتساءل، ما مصدر العنف وما هي أشكاله؟ تتعدد مصادر العنف وأشكاله بحسب زاوية النظر إليه. سيغموند فرويد، الطبيب وعالم النفس النمساوي، صاحب مدرسة التحليل النفسي، يرجع ظاهرة العنف إلى رصيد وراثي غريزي عند الإنسان، فهو عنده غريزة فطرية في الإنسان. يعتبر فرويد أن الإنسان عنيف بطبيعته، وأن العنف غريزة في الإنسان. في سياق آخر، يعتبر العالم النمساوي كونراد لورينتس أن للعنف وجهين اثنين، فهو في أصله ظاهرة فطرية وغريزية في الإنسان يشترك فيها الإنسان مع الحيوانات مثلا، ولكن للعنف عند الإنسان جانب آخر، جانب ثقافي. ففي العنف تشترك الثقافة، ما نكتسبه ونتعلمه وننتجه نحن البشر، مع الغريزة والطبيعة التي نشترك بها مع غيرنا من الكائنات الطبيعية الأخرى. إذن العنف ظاهرة إنسانية بامتياز، تتخذ مصدرين اثنين، أو يتقاطع فيها الطبيعي والغريزي بالثقافي والمكتسب. في سياق آخر، نتساءل، هل يمكن الحديث عن دور لظاهرة العنف؟ هل للعنف دور في التاريخ؟ عندما نتكلم عن دور لظاهرة العنف في التاريخ، فنحن نؤشر هنا على طابع آخر للعنف،
ربما عن وجه إيجابي له. فالعنف لا يقف فقط عند حدود الإيذاء والتشويه، وإنما قد يلعب أدواراً أساسية في تاريخ الإنسانية. في هذا السياق يعتبر الفيلسوفان الألمانيان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أن للعنف دوراً مهماً في تحريك عجلة التاريخ. فالمجتمع الإنساني حسب ماركس وإنجلز ليس مجتمعاً منسجماً ومسالماً، وإنما هو حلبة للصراع والتدافع والتنازع بين الناس، انطلاقاً من اختلاف جوهري في مصالحهم وغاياتهم وإراداتهم. إن الصراع الطبقي الذي تعتبره الماركسية محرك التاريخ هو تجلي من تجليات ظاهرة العنف. نقول إذن مع هذين الفيلسوفين أن للعنف دوراً إيجابياً يتجلى في كونه هو الذي يحرك عجلة التاريخ ويساهم في انتقال الإنسان من طور تاريخي وسياسي واقتصادي إلى طور آخر جديد وهكذا. في سياق ذاته يعتبر الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز أن العنف هو القابع وراء فكرة إنشاء المجتمع الإنساني. فالإنسان قبل الدولة كان يعيش وضعية حرب بائسة يسميها توماس هوبز حرب الكل ضد الكل، حيث كان على الفرد أن ينازع الآخرين من أجل أن يضمن حقه هو في الحياة. فكان الناس في هذه الوضعية، وضعية الطبيعة، يلتجئون في حل نزاعاتهم وإشباع حاجاتهم إلى العنف، إلى القوة، إلى الشدة، إلى القتل. غير أن محاولة الناس الخروج من حالة الطبيعة ووضع حد لحرب الكل ضد الكل هو الذي سيدفعهم إلى إنشاء الدولة والمجتمع. الدولة إذن كما رأينا في الدرس السابق هي جهاز سياسي يسهر على تدبير الاجتماع البشري، وتدبير الاجتماع البشري يقصد به في هذه الحالة التحكم في ظاهرة العنف. فالدولة لا تستطيع أن تكبح الغريزة الإنسانية العدوانية بطبيعتها، لكنها بمقدورها أن تؤطر هذا العنف وأن تتحكم به حتى لا يتحول إلى نزعات تدميرية وإلى اقتتال. تقوم الدولة على ما يسميه توماس هوبز باقتصاد للعنف، أي تحكما في ظاهرة العنف، فهي تحتكره وتعيد استثماره واستغلاله ليس لمصلحة الفرد وإنما لمصلحة المجتمع ككل. هكذا إذن يتبين لنا أن للعنف وجهين اثنين، وجه شرير فهو ظاهرة تتهدد الإنسان في وجوده وفي أمنه، وظاهرة خيرة لها دورها في تحريك عجلة التاريخ وفي المساهمة في التأسيس لسلوك وممارسة وتصور سياسي قائم على تحقيق التعايش السلمي بين عموم المواطنين والمواطنات. هل حديثنا عن دور العنف في التاريخ يفيد بشرعنة ظاهرة العنف؟ هل يمكن أن نقبل بالعنف
كوسيلة لتدبير الشأن العام. في هذا السياق يقول الفيلسوف الألماني كانت بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال استثمار واستغلال العنف في المجال السياسي. فالميثاق والعقد الذي يربط المواطنين بالدولة يمنع عليهما معا المواطنين والدولة استخدام العنف في تدبير شؤونهم العامة، شؤون المجتمع. في نفس السياق يعتبر الناشط السياسي والمناضل غاندي أن اللجوء إلى استخدام العنف هو وسيلة البائسين في تدبير معيشهم اليومي. وقد انطلق في هذا الحكم من تجربته هو كقائد سياسي في مقاومة الاستعمار البريطاني لبلده الهند. لقد نهج غاندي في مواجهة الاستعمار ما سماه منهج لا عنف، ومعناه أنه يمكننا أن نواجه الآلة العنيفة والعمياء للمستعمر بدون عنف، أي بالسلم. وقد تجلى ذلك في بعض الممارسات الرمزية التي اعتمدها غاندي كالصيام مثلا. نفهم من ذلك أن غاندي يقول أن استعمال العنف قد يوقع صاحبه في مأزق أخلاقي، وهذا بالفعل ما وقع للمستعمر البريطاني الذي اضطر إلى الخروج من الهند دون أن يواجهه الهنديون بالعنف. لكن في سياق آخر يعتبر كل من حنا أرنت وماكس فيبر وهما فيلسوفان ألمانيان أنه لا يمكن ممارسة السياسة بدون عنف، وأن السياسة لا تنفصل عن العنف، بل إن السياسة هي تدبير عقلاني للعنف. فيتكلم ماكس فيبر عما يسميه العنف المشروع، ويقصد به الاستخدام العقلاني للعنف في تحقيق الصالح العام والخير المشترك. فالدولة لا يمكنها، يقول ماكس فيبر، أن توجد بدون عنف، ولا يمكنها أن تدبر المجتمع دونه، مثلما لا يمكنها أن تفرض سلطة القانون إلا بالعنف. ولكنه عنف غير فوضوي أو فج، عنف خاضع لمبادئ القانون، يحترم كرامة الإنسان وحرياته، ويتوجه بالأساس إلى خدمة المجتمع باستتباب الأمن فيه وضمان شروط الأمان والترقي والاستقرار. لنحاول في النهاية أن نستجمع حصيلة ما رأيناه في هذه الحصة. موضوع هذه الحصة هي ظاهرة العنف مأخوذة من زاوية نظر سياسية. العنف كما قلنا هو كل استخدام مفرط ومتعسف وغير مبرر للقوة بغرض إيذاء الذات أو الغير أو شيء أو كائن ما، بالنظر إلى جذوره وأصوله. يعتبر بعض الفلاسفة وعلى رأسهم فرويد أن العنف متجذر في الفطرة الإنسانية، فهو غريزي عنده. في سياق آخر كونراد لورنس يعتبر أن في العنف تقاطع ما هو طبيعي فهو فطري في جذوره، وما هو ثقافي فهو ثقافي في امتداداته. نشترك مع الحيوانات والكائنات الحية في العنف، ولكن الإنسان قد طوره وأعطاه أشكالا وتجليات أخرى كثيرة.
ظهر لنا أن للعنف وجها قبيحا، لكن لا يعني ذلك أنه يعدم وظيفة أو دورا إيجابيا في التاريخ. هذا ما قال به كارل ماركس وفريدريك إنجلز وتوماس هوبز على حد سواء. فالعنف عند الأولين هو محرك التاريخ، وهو الذي يساعد المجتمعات في الترقي من وضعية سياسية واقتصادية وثقافية إلى وضعية جديدة. عند توماس هوبز العنف تدبيره واقتصاده والتحكم به هو الأساس في الممارسة السياسية، وهو مبرر وجود الدولة. لذلك تساءلنا عن شرعية العنف، ورأينا مع بعض الفلاسفة أن العنف لا مسوغ له ولا مبرر له ولا يمكن القبول به. رأينا مع غاندي أنه لا يمكن دائما الانجرار وراء الآلة العنيفة. يمكن للإنسان باللا عنف أن يحقق السلم والتقدم الاجتماعيين. نفس الأمر مع كانت الذي يجرم كل استخدام للعنف داخل الفضاء السياسي، أكان من جهة الدولة أو من جهة المواطنين والمواطنات. في سياق مخالف، حنا أرنت وماكس فيبر يعتبران أنه لا يمكن الحديث عن السياسة بلا عنف، وأن العنف هو الوسيلة الرئيسة للدولة ومبرر وجودها. لذلك فهما وخاصة ماكس فيبر يشرعن اللجوء إلى استخدام العنف، لكن تحت مظلة القانون والحريات واحترام الكرامة الإنسانية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة، وإلى اللقاء في الحصة القادمة بحول الله.